اهلا بيكم. اولا انا سعيد جدا ان انا موجود في الدوره الخامسه في ورش التابعه لمهرجان اسوان الدولي لافلام المراه. انا مسؤول عن ورشه الانيميشن في المهرجان. الدوره ديت السنه دي الموضوع مختلف شويه. قررنا ان يبقى في نقله مختلفه ليها علاقه بصناعه الفيلم بشكل حقيقي، بشكل اكثر ارتباطا بالصناعه. فالموضوع فيه تحريك مختلف، في شخصيات ابتدت تتوجد. عملنا في الورشة زي تصويت ما بين الأفراد كلها القايمين في الورشة لاختيار عدد من الشخصيات. قررنا ان هم يبقوا 5 من مجمل الشخصيات اللي احنا جبناها وفكرنا فيها، وبالفعل توصلنا لـ5 شخصيات وبنعمل من خلالها قصة. وده برضو أول مرة يحصل السنة دي في الدورة دي إن يبقى في ارتباط ما بيننا وما بين ورشة السيناريو بقيادة الأستاذة وسام سليمان، إن يحصل تفكير في الفيلم من خلال الشخصيات المطروحة، وهم بالفعل دلوقتي حاليا بيفكروا إن إيه القصة اللي ممكن تتعمل ما بين الشخصيات ديت. طبعا في حاجات إحنا طرحناها كنقط مبدئية كده للتفكير، ومنتظرين حاليا السيناريوهات اللي تحصل. بدأنا في الأول في الدورات الأولى كان في أعداد كبيرة جدا بتيجي، طبعا تقلص العدد دوت مع الوقت، لأن اللي بيجي بيبقى فعلا حابب الموضوع بشكل كبير وفاهم النوعية ديت من صناعة الأفلام. بنعمل فيلم فعلا فعلا جماعي، كل الناس بتدور في فلك الفيلم وكلها بتعمل حاجات مكملة لبعض بشكل كبير، وهي دي صناعة الأنيميشن بالذات، وبنبدل الادوار ما بيننا وبين بعضينا. المجموعه كلها حابه الموضوع وبنتعلم حاجات ليها علاقه باساسيات الانيميشن، بس طبعا ما فيش الوقت ان احنا نشرح كل الحاجات دي، لكن اثناء الشغل بتتوجد مبادئ الانيميشن بتعمل ازاي المعروفه، بناخد الحاجات المهمه بالنسبه لنا علشان نوظفها. وهو دوت المجمل الفكره اللي قايمه السنه دي في ورشه الانيميشن، واتمنى ان احنا نوصل لنتيجه كويسه. وانا متشكر جدا لوجودي هنا للمره الخامسه، واتمنى يبقى في نجاحات اكتر من كده في الاعوام القادمه. شكرا.